الأمريكي يتعامل مع الأمور بعقلية الكابوي وهي عقلية العصابات، لا يتعامل مع الأمور بالسياسة والتعاطي السياسي والحوار العقلائي. إن لم يكن هنالك شدة وقوة لإجباره لا يخرج، إنما كما تفضلت يغور ويلصق في الأرض، لكنه إن شاء الله بضربات المقاومة لا سوف يضطر أن يخرج، لأنه الحكومة هي حكومة ضعيفة. على مستوى الإعلام لحركة النجباء، تقرير مخابراتي أو استخباراتي خرج عند الجانب الأمريكي أن أوقفوا السوشيال ميديا لحركة النجباء لأنه قد أضرت بالداخل الأمريكي، فضلاً عن صواريخ المقاومة أو يعني الجانب العسكري. على مستوى الكلمة وعلى مستوى الإعلام هم يعني منزعجين، ولدرجة أنهم يعني يحاولون تكميم الأفواه. هذه الدولة التي تدعي الديمقراطية. أمريكا ترامب، أمريكا بايدن، الحال يختلف أم هو واحد؟ وجهان لعملة واحدة، لكنه السياسة للديمقراطيين تختلف عن السياسة للجمهوريين. هم الكل يريدون أن يصلوا إلى هدف واحد، لكنه التعاطي يختلف. فعادة يحاول الديمقراطي أن يأخذ الأمور بسلاسة وبسياسة وكذا، الجانب الجمهوري يريد أن يأخذها بالقوة. فلا يختلف هذه.